وأعود بكم إلى التذكير بهذا الخبر العاجل الذي أتانا على سكاي نيوز عربية حول التطورات الأخيرة في اليمن، حيث قتل 4 أشخاص بعد تفجير استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد. وأفادت المصادر بأن القتلى من مرافقي اللواء السيد الذي نجا من محاولة الاغتيال. إذن اللواء السيد نجا من محاولة هذه الاغتيال، لكن تفاصيل أكثر لابد من معرفتها من مراسلنا من عدن ياسين الرضوان. ياسين، كيف كان الحادث؟ أين وقع؟ وما الحجم الذي يعني ربما أن نقيسه على اللواء السيد في محافظة لحج الآن؟ من يحمل بصمات هذا الهجوم؟ نعم ماجد، حتى الآن الحصيلة الأولية 4 قتلى من مرافقي السيد وعدد من الجرحى. استهدف موكب محافظ اللواء صالح السيد في مديرية خور مكسر قريبا من مطار العاصمة المؤقتة عدن، وهنالك سيارة مفخخة. تمت عملية الاستهداف الحديث الآن حسب المصادر عن جهتين ربما قد تتبنيان هذه الهجبة، وهي إما القاعدة وإما أن يكون ميليشيات الحوثي التي هي من استهدفت كما في فترات سابقة وكما في انفجارات سابقة تستهدف قيادات تتبع لمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن. طيب ياسين، يعني هل سبق هذا الاعتداء أي محاولات تهديد للواء السيد؟ أيضا يعني الحركة التي قيل أنها نشطة لتنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، هل ممكن أن يكون لها يد؟ نعم ماجد، حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بذلك إلا إذا تتبنت جهة بعينها هذا الاستهداف. وحصل هنالك استهدافات سابقة آخرها استهداف أحد القيادات الميدانية البارزة لدى الانتقال في مديرية المعلى. وهنالك كما أفدت لك أن المصادر تفيد عن تبني ربما جهات إرهابية هذا الاستهداف، وربما قد تكون بصمات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران هي من استهدفت حسب المصادر، لأن العملية عملية منظمة. هنالك أيضا حديث من قبل بعض المراقبين عن اختراق ربما بتحركات اللواء صالح السيد، وما الذي يجعل صالح السيد يتحرك من محافظة لحج الذي هي محافظة مجاورة لمحافظة عدن، وهذا الاستهداف في هذه يعني في هذا الوقت بالتحديد يجعل هنالك تساؤلات كبيرة على حدوث ربما اختراقات حسب المراقبين. اللواء السيد ما الذي يمثله من ثقل ياسين الآن في تركيبة سواء كان محافظة لحج أو عدن أو حتى المجلس الانتقالي الجنوبي؟ يعني هذا الثقل ما الذي يمثله من ناحية دعم أبناء محافظة لحج من دعم المجلس له؟ ماجد، الرجل يمثل ثقلا كبيرا في المجلس الانتقالي، وهو من قيادات الصف الأول، وأيضا قام بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله في سواء في محافظة لحج أو في محافظة عدن، وقام بتهديدات عديدة لهذه الجهات التي كان يصفها بالإرهابية. وأيضا يجدر التنبيه إلى أن صالح السيد قد تعرض من يعني منذ فترات سابقة عمليات استهداف، وهذه الاستهداف ما هي إلا ضمن سلسلة من هذه العمليات توجد بأنها كانت قد تفقده حياته في هذا اليوم. ماجد ياسين، أيضا يعني الملاحظ في المرحلة الماضية هو هدوء نسبي لمثل هذه الهجمات أو حتى العمليات العنيفة في عموم الجنوب اليمني سواء كان في لحج أو عدن أو مناطق أخرى، هل هذه ممكن اعتبارها سابقة؟
ماجد ليست سابقة إن جاز لنا التعبير، إنما هي عمليات استهداف بدأت تتصاعد بشكل لافت للغاية، ابتدأت من محافظة شبوة ومرورا بمحافظة أبين في الجهة الجنوبية الشرقية وحتى وصولا إلى مدينة عدن والتي تعتبر العاصمة. وقبل أسابيع فقط تمت هنالك عملية استهداف خطيرة لأحد يعني أبرز ورجالات قوات المجلس الانتقالي في مديرية المعلى، ونجم عنها قتلى وجرحى في صفوف مرافقين هذه القيادات الأمنية. وأيضا اليوم نجا صالح السيد بأعجوبة حسب المصادر التي أفادتنا من هناك، واحترقت بعض السيارات ولم تذكر المصادر حتى هذه اللحظة عن إصابة مدنيين أو حتى قتلى بين أوساط المدنيين، إنما القتلى كانوا من مرافقي صالح السيد، وهنالك من الجرحى في هذا الانفجار الذي يوصف بأنه انفجار بسيارة مطرقة، وهو حسب ما يقول حسب ما المصادر بأنه استهداف إرهابي. وليس هنالك من يؤكد هذه العملية هل هي تتبع جهة معينة بعينها، حتى الآن ننتظر هذه الأخبار لنفتكم بأول. طيب. ياسين، لابد من العودة يعني إلى يعني تفاصيل هذا الخبر، ما الوضع الصحي الآن لمدير أمن محافظة لحج؟ يعني الأخبار تقول أن 4 مرافقين قتلوا في هذا الحادث في هذا الاستهداف ونجا اللواء، ما وضعه الآن؟ الوضع الصحي للواء حسب ما أفادتنا المصادر بأنه جيد، تم التواصل به من قيادات الدولة وقيادات المجلس الانتقالي ممثلة برئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس السيد، اطمأن مباشرة على صحة اللواء، وطمأنت بعض القيادات التابعة للمجلس الانتقالي عن صحة اللواء صالح السيد، وتم نقله مباشرة إلى أحد المستشفيات بحراسة مشددة، وأيضا فقط للإطمئنان على حياته بشكل أصح، وتم نقله بحراسة مشددة مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من المكان، وتم إعلان حالة طوارئ غير معلنة في أو لدى الجهات الأمنية لتتحرك لتمثل سياج عن اللواء صالح السيد. طيب ياسين، أريد أن أعود معك إلى الظروف التي سبقت هذا الاستهداف. يعني محافظة لحج هي محافظة هادئة لا يوجد فيها يعني مناوشات، أيضا هناك استباب للأمن، قضاء على كثير من العناصر الإرهابية التي كانت تحتمي بعض المناطق خلال السنوات الماضية. هل ممكن أن نسلط الضوء على الوضع الأمني هناك خصوصا وأيضا الوضع الاجتماعي والمعيشي؟ بالنسبة للوضع الأمني كانت هنالك أحداث كثيرة للاستهدافات الإرهابية، لكن كان لواء صالح السيد يقوم بعمليات نوعية أمنية في هذه المحافظة، إلى أن أصبحت المحافظة شبه خالية من هذه الانفجارات، لكن اليوم يجعل المحافظة لحج على صفيح ساخن، وإن كان الاستهداف تم في مدينة عدن، وقام اللواء صالح السيد بعدة عمليات لمهاجمة أوكار ما يسميهم بالإرهابيين في هذه المحافظة، وحصل هنالك صراع بينه وبين هذه الجهات، وصراع شرس وشديد، وتوج بهذه مدى أهمية الرجل بالنسبة لهذه الأطراف التي استهدفته بشكل مباشر، وعملت وخططت على هذا الاستهداف منذ فترات سابقة. العملية سبقتها عدة عمليات محاولات. طيب. لهذه القيادة التي يخرج بتصريحات نارية ضد الجهات الإرهابية ومكافحتها، بينما الوضع المعيشي هناك على ما يبدو أنه وضع مأساوي، و
مقبول للغاية بين أوساط المواطنين، لا سيما أن هذه المحافظة تشتهر بأنها محافظة الثقافة ومحافظة الفن ومحافظة السلام الذي تشتهر فيه على ربوع اليمن بشكل عام. ماجد، طيب ياسين، يعني هي تطورات كثيرة في لحج ومحاولة استهداف أيضا لواء صالح السيد، الموقع الذي حصل فيه الاستهداف هل هناك معلومات حولها أيضا؟ هذا الاستهداف هل تم بعبوات ناسفة؟ هل شهدت مسيرات؟ يعني ما طبيعة المعلومات المتوفرة؟ المعلومات المتوفرة ماجد حتى هذه اللحظة سيارة مفخخة استهدفت جدول أو موكب اللواء صالح السيد أثناء مروره بالقرب من مطار عدن الدولي في هذه المديرية، في مديرية خور مكسر في العاصمة عدن. هذا الاستهداف شابه شيء من كما أسلفنا من حدوث ربما اختراقات يعني معرفة سير جدول اللواء صالح السيد، بينما ينبه مراقبون أنه ربما قد يكون هذا الاختراق نتيجة سيطرة جماعة الحوثي على الاتصالات وقطاع الاتصالات بشكل عام، وربما معرفة خط تحركات اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، وأيضا العديد من القيادات الأمنية إن كان في عدن أو في عدة محافظات جنوبية أو حتى على مستوى اليمن، لا سيما أننا نشير إلى استهداف أحد ألوية أو أحد قيادات اليمن الصعيد في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن قبل أقل من أسبوع فقط، وهذا الاستهداف أدى إلى مقتل هذا القائد السلفي البارز الذي كان يرافض ميليشيات الحوثية العداء الكامل. وهنالك يعني كما تشير الأصابع الاتهام إلى أن ميليشيات الحوثية هي من قامت بهذه العملية. ماجد، مراسلنا من عدن ياسين الرضوان، شكرا لك.